السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا تجربة على جهاز فحص السيارات وكشف أعطال السيارات نقدمه نحن شركة زيبارتك الشرق الأوسط لأجهزة فحص السيارات بشقيها، أجهزة فحص صبغ السيارات وأجهزة كشف أعطال السيارات وكمبيوترات السيارات. اليوم عندنا جهاز رائع جدا اسمه CRB123 بريميوم، هذا من شركة لانش العريقة بهذا المجال وجدا جدا مشهورة وأجهزتها جدا ممتازة. طبعا هذا الجهاز متوسط الحجم، يعني ماشي في أكبر منه وفي أعقد منه، ولكن هذا الجهاز بشيك على 4 كمبيوترات: كمبيوتر الإنجن المحرك، كمبيوتر الترانسميشن سيستم اللي هو ناقل الحركة، والاي بي اس نظام الانتي بلوكينج بريك سيستم اللي هو نظام البريكات، ونظام الاير باك سيستم اللي هو نظام الوسائد الهوائية. تمام، هذا الجهاز بيشيك على هذول 4 كمبيوترات وبيقدر يعمل ريسيت لو عندك انت على الداشبورد تبع السياره مثلا في ضوء اير باك او في ضوء مثلا جير او محرك وبده يعمل له ريسيت، نقدر نعمل له ريسيت. طبعا الجهاز هذا بيحكي مع وصله الاو بي دي اللي بالسياره من تحت بتيجي. تمام، وعندنا هذا سبورت كل الاو بي دي لانجويجز وكل السيارات بكل انواعها. طبعا الجهاز بيقدر كمان في خاصيه انه بيقدر يفحص نظام الاكسجين سنسور. عندنا هنا السي ار بي 123، نروح طبعا شابكينه احنا عن طريق وصله الكيبل مع الاو بي دي، بياخذ باور منه، باخذ يعني ال 12 فولت، باخذ من 12 فولت لانه السيارات الصغيره كلها 12 فولت، فبياخذ ال 12 فولت منها. الان بس نرجع على الشاشه الرئيسيه، اول ما نشغل الجهاز بيرجع الشاشه هاي. طبعا فيها سيتنج، من هون بنعمل، من هون اذا فتنا على السيتنج بنقدر لو شايفين بشكل واضح نقربها شوي، في اللانجوجز نقدر نختار اللغه، طبعا من هون انجليش فرنس سوري اسبانيول فرنش دويتش لانجويج ايطاليان اللغه اللي بدنا اياها. طبعا احنا هون مختارين الانجليزي. اليونت اوف ميجرمنت وحدة القياس، طبعا وحدة القياس هي المترك اللي بنسميها احنا بالعربي العشري او النظام الامريكي، وهذا النظام الامبيريال اللي هو نظام الاوروبي او النظام اللي احنا بنسميه هون المئوي. نرجع هون عندنا البيب البزر، لو شايفين انا لما اتنقل شوف سامعين الصوت بيعمل بيب، فمشان هيك لو فتت على البيب هذا انا وشلته ببطل، شوف صرنا نتنقل بدون ما نسمع البيب. طبعا انا بحب يكون البيب موجود عشان نتاكد انه الكبسه اخذت محلها. تمام، وعندنا هون اللي هو ريكورد مود، نقدر نسجل عمليه الفحص. نعمل اسكيب ونروح على الخطوات المهمه جدا اللي هي الدياجنوستيك. عندنا اشياء اثنين، اول شيء انه نقدر نروح، اول شيء خلينا نحكي عن الاسكان، بتروح تعمل اسكان يعني تعمل كشف على انظمه الكمبيوترات السياره. طبعا لازم تختار السياره، من هون احنا عندنا سياره هوندا اكورد 2013، بس نعمل له اوكي، هو بيحاول يشبك معاها، بنقول له اوكي، بيعمل تشيكينج، الان بيحاول يشبك مع السياره، هي شبك ولقاها انها هوندا، نقول له بليز ويت، بيقول لنا بليز ويت لانه بيحاول يحكي وياخذ كل المعلومات. الان نقدر نشيك عليها اوتوماتيك او نقدر نشيك مانيوال. لو رحنا مانيوال لانه زي ما حكينا فيها 4 كمبيوترات راح يعطينا خيار انه نشيك على كمبيوتر المحرك او كمبيوتر الترانسميشن سيستم نظام ناقل الحركه او الجير، او الاي بي اس سيستم اللي هو نظام البريكات او نظام الوسائد الهوائيه. طبعا بشكل بسيط ممكن نكبس عليها ويبلش يشيك، هاي صار 8% صار 4%. طبعا ما راح يلاقي اي مشاكل لانه احنا عندنا على الداشبورد ما في اي مشكله على المحرك، وراح يعطينا هون انه طبعا بس يخلص تشيك، هي اعطانا انه قال لك انه سيستم انفورميشن، بدك تشوف السيستم انفورميشن ماشي. طبعا هون اعطانا المعلومات عن المحرك، بنقول له اوكي. هون بتقدر تعمل ريد للفولت، ريد كارن دي تي سي، بنقدر نقول له شوف لنا الاخطاء الموجوده حاليا، بقول لك نو دي تي سي، يعني ما في اخطاء على هذا بهي السياره على كمبيوتر المحرك. تمام، الان نقول له اوكي، لو في اخطاء مثلا بنقدر نعمل له من هون اللي هو داتا ريست، يعني لو في عندنا ضوء المحرك الانجن طالع هون بسبب معين، بسبب خلل بالاكسجين سنسور او اي شيء، وبعدين عملنا له كلير، نقدر من هون بكبسه زر واحده بس نقول له كلير دي تي سي. طبعا هون ما عندناش، مش رايحين نعمل. عندنا هون كمان هاي نظام الترانزيشن الجير نفس الشيء، نظام الاي بي اس نظام البريكات، لو في عليه مشكله كمان نقدر نعمل له ريست، او نظام
اللي هو الاسرس. الاوبشن الثاني اللي هو الافضل اللي هو اوتوماتيك، بنقول له اوتوماتيك الان راح يشبك يقرا كل كمبيوترات السياره الاربعه، طبعا اربع كمبيوترات. طبعا في جهاز حكينا انه اكبر من هذا اسمه اللانش برو، بيشيك على كل كمبيوترات السياره حوالي 27 28 كمبيوتر، كمبيوتر المكيف، كمبيوتر انظمه الحمايه اللي هي السكيورتي، كمبيوتر مثلا البادي كنترول سيستم اللي هو الكمبيوترات الامبليفايرز والسسبنشن سيستمز، وهي الامور كلياتها بيحكي معاها. طبعا لو شايفين هون خلص قري اربع كمبيوترات السياره، والان تقدر تشوف هون الانجن سيستم او الاوتوماتيك ترانزميشن سيستم او الاس ار اس سيستم. تمام، لو فتنا على الاس ار اس سيستم مثلا بيقول لك سيستم ليش تقدر تعمل ريد ترابل كودز مثلا، خلينا نقراها نشوف. نو دي تي سي، ما في مشاكل فيها نهائيا، نقول له اوكي. وتقدر لو في مشاكل مثلا بنظام الايرباجات تعمل له كلير للداتا. جهاز جدا بسيط وعملي وبيريح اللي بيشتغلوا بالسيارات او اللي عنده لايتات في الداشبورد انه يعملها كلير بدون ما يتكلف فلوس. طبعا عندي هون احنا ظل بس النقطة هاي نشرح عنها اللي هي الاو بي دي. تمام، الان بيحاول يشبك معاها ويشوف ان كل المعلومات. تمام، الان لو شايفين هون المايلج ستيتس اوف مش موجودة هون لانه هذا ما بيقراش الكمبيوتر الميتر العداد. عندنا الدي تي سي 0 ما فيش اخطاء فيها السياره نهائيا، والريدنس كومبليتد 4 يعني ريدنس كومبليتد لانه قري اربع كمبيوترات اللي هو مثل ما حكينا الجير والماكينه والايرباج والاي بي اس. وهون ريدنس نوت كومبليتد 0 يعني هو حاول يحكي مع اربعه ولقى اربعه. لو لقى نوت كومبليتد هون لو مثلا ما قدرش يحكي مع واحد منهم بنكون هون يعني عمل خلص ثلاثه مثلا وهون واحده. ريدنس نوت سبورتد 6، في 6 كمبيوترات بالسياره هاي مش سبورتد لانه هذا الجهاز حكينا انه بس بيحكي مع اربع كمبيوترات اللي هي الاساسيه، وبالنسبه ل يعني ناس كثير قسم ناس كثير بيكون كفايه. لو قلنا كونفيرم هون بقول لك اذا بدك تقرا الكودز، اذا بدك تمسح الاعطال، اذا بدك تشوف الاي ام ريدنس داتا ستريم فريز، اذا هون بدك تشيك على الاوتو اكسجين سنسور. خلينا نشوف مثلا الاكسجين سنسور بانك سنسور 1. طبعا في سيارات فيها اكثر من بانك للاكسجين سنسور. هيو الان قاعد The vehicle does not support، هذه السيارة مش داعمة نظام الأوتو اللي هو نظام الأكسجين سنسور. لطلب الجهاز يرجى الاتصال على 050-167-94-10. مرة ثانية 050-167-94-10، هذا من داخل الإمارات، ومن خارج الإمارات 0-971-50-167-94-10. شكرا جزيلا للمشاهدة.